السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتي وأصدقائي، يا رب تكونوا دايما بألف خير. أقدم لكم مواقيت الصلاة في مصر الأحد 21 يوليو 2024، 15 محرم، 1446، من قناتي أنا وحياتي. فضلا منكم وتكرم إخواتي أتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. مواقيت الصلاة على القاهرة اليوم: يؤذن الفجر بإذن الله بحول الله وقوته في 4:25، الشروق في 6:08، الظهر يؤذن في 1:01، يؤذن العصر اليوم على مدينة القاهرة في 4:38، يؤذن المغرب اليوم على مدينة القاهرة في 7:55، وتؤذن العشاء بحول الله وقوته على مدينة القاهرة في تمام الساعة 9:24. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما كان ويكون، عدد الحركات والسكون، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.